تقول سماحة الشيخ عبد المنباس رحمه الله تعالى في التكفير في ترك الحكم بغير ما أنزل الله، وهل قوله وقوله الألباني ومحمد بن عثيمين عليهم رحمة الله قول مرجعة العصر؟ لا، ليس نقول مرجعة الحكم بغير ما أنزل الله في تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا يناسب العصر فهذا من أعظم الناس كفر، هذا كفر عظيم. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير بالقوانين، الحكم بالشريعة لا يناسب العصر وإنما يناسب الحكم بالقوانين، هذا كفر بلا إشكال. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير بين الحكم بالقوانين والحكم ما أنزل الله وأنهما على حد سواء، هذا يكفر بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين، لكن يجوز له الحكم بالقوانين، هذا يكفر أيضا بالاتفاق، لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله محرم معلوم من الدين بالضرورة، كمن جوز الزنا وقال لا أزني، أو جوز الربا وقال لا أرابي، كذلك من جوز الحكم بالقوانين وقال إنه أحسن الشريعة أحسن يكفر بالاتفاق. هذه ثلاث صور، ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يحكم بالأعراف والسلوب كالبوادي الذي يحكم بالأعراف والسلوب، هذا كفر أكبر. الحالة الخامسة أن يبدل الشريعة بأن يحكم رأسا على عقب، بأن يغير الشريعة كلها في أمور الدولة كلها من أولها إلى آخرها رأسا على عقب، فهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يكفر لأنه بدل الدين، ذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله بين هذا، واختار هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي في رسالة تحكيم القوانين، وقال آخرون إنه لا بد أن يبين للحاكم لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون عنده شبهة، اختار هذا صباح الشيخ الشاب بن باز رحمه الله. ما يظن الشيخ محمد الرحيم يظن أخيرا رأى هذا. هذه المسألة الخامسة، يعني من قال إنه يكفر قال لأنه بدل الدين رأسا على عقب، هذا إذا كان في جميع شؤون الدولة، أما إذا كان في البعض من البعض فلا. ومنهم من قال إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة، ولا وليس هناك من ارجع، ما مسألة الرجع ما تدخل في هذا. نعم. ما النصيحة إلى أولئك الصفهاء وأنصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الأئمة بأنهم مرجئة؟ النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلموا، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلموا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما فرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم. فالقول بغير علم، القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله، قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.